سيادة الريس، عندي بعد إذن حضرتك كذا نقطة محتاجة. كذا نقطة. ناس إثيوبيا أعلنت عن الملء الثالث، إحنا هنعمل إيه؟ ما هو الجديد في هذا الملف؟ الجزئية الثانية لها علاقة مباشرة بالشأن الداخلي، لجنة سداسية لتسعير البترول على وشك انعقاد وإصدار قرار ليها. حضرتك تتوقع أو إحنا ننتظر ارتفاع في الطاقة والبنزين الفترة القادمة؟ لجنة التسعير أكيد أكيد في اعتبارات إن إحنا ما نبقاش ضاغطين على الناس قوي، لكن كمان لازم تعرفوا إن إحنا قدرتنا على دعم النفقات بالطريقة ديت، إحنا كنا عاملين الموازنة 60 70 80 90 ماشي، يعني نقدر إن إيه نصد كده، لكن من أكتر من كده 120 130 150 كتير، لأن أنا ما أقدرش أقول اللجنة هتوصل إلا ده تقديرهم هم فني ومالي وحاجات أخرى، لكن إحنا بتكلم كقرار سياسي حريصين على إن الموضوع ما يبقاش ضاغط على الناس، يعني مش هقول لك يعني إذا كان لتر بنزين ب2 دولار ب2 يورو مش معقول طبعا هيبقى هنا كده ولا نص كده حتى. السد أنا حاضر حاضر. شوفي عايز أقول لك على حاجة، أنا أصلا كلامي مش كتير، كلامي مش كتير، محدش هيقرب من ميه مصر، دي اجابه. دي ايه يا فندم؟ اجابه. ازاي بقى ما احنا بنتكلم بالدبلوماسيه وطوله البال والصبر، وفي نفس الوقت حجم المشاريع اللي بعملها للاستفاده من ميه مصر واعاده تدويرها مره واثنين وثلاثه ده مش موجود في العالم. وانا عشان كده ده يبقى ايه؟ بقول له يا رب قدامك بقى الاخذ بالاسباب، أنا عملت كل ما يمكن عمله، صبرت طولت بالي وأعطيت الفرصة واشتغلت على الحاجات اللي عندي عشان أعظم ما لدي،